مشاهدي شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. معنا الان السيده اللي في العمر ديالها تقريبا 50 سنه، اللي عندها غير بنت وحده اللي سمحت فيها وخلاتها، وحاليا ساكنه غير في بيت مع الجيران، ما كتخلصش الكرا حتى تجمع لها يعني بزاف ديال الاشهر ديال الكرا. كذلك يعني عندها مرض اللي كتحاول انها تعالج منه، ولكن للاسف يعني ما عندهاش الامكانيات وما عندهاش يعني فلوس باش تقدر انها تمشي تعالج. في هادشي اللي خلال اليوم يعني انا تكلم وتمنى اللي تلقى اللي باش اللي يساعدها واللي وقف معها في هاد الظروف الصعبه اللي كتعيش. واخا شنو المشكل المشاكل ديالك؟ المشاكل ديالي كنت عايشه مع العائله في الدار، توفى الوالد بقيت عايشه في بيت بوحدي، ما عنديش باش نعيش، عايشه مع الجيران. دابا مول الدار قال لي خصك تخلصي لي الكرا. بنتك بنتي صبحات فيا حيت انا مريضه، ما بقيتش باش نعالج راسي، ما عنديش باش نعالج راسي وباش نعيش. وانا مول الدار دابا كيتسلي هذا كيتسلي الكرا، ركب عليا الكرا، ركب عليا الكرا، ما عنديش باش نخلص. وفين كديري المعيشه بوحدك؟ ما عندي ما درتش المعيشه، المعيشه وليت كنقول تعطى الله باش نعيش. ها ها ما عنديش هادشي اللي صورت، دابا هادي اللي صورت باش غادي نعيش، ما عندي باش نعيش والو. هاد شويه تعرف واش غيدير ليا، حيت انا كلشي غلا، البطاطا غلات والخضره غلات، ما عندي ما عندي باش نتقدى، ما عندي ما ناكل، ما عندي ما نشرب. بنتك ما بقاش كتعيط لك؟ بقاش كتعيط ليا، لا كتسول فيا لا والو، حتى واحد ما كيسول فيا، حتى واحد والو. خوتك؟ ها؟ خوتك؟ حتى واحد ما كيسول فيا، لا خوتي لا خواتاتي لا حتى حد ما كيسول فيا. انا دابا عندي 50 عام ما بقاش نقدر نخدم، وليت عيانه وضاريني رجليا، وانا كنطلب الله يشافيني من هذاك المرض، والحمد لله انا دابا نطلب الله والمحسنين يتعاونوا معايا باش نخلص الكرا ونخلص الموطا ونلقى باش نعيش. وخلو الدار ملي ما خلصتي شنو داير معاك دابا؟ قول الدار دابا عطيني اخر اجل، قال لي بالهلا الثلاث ولا الاربع تكملي لي رزقي، يا تخلصي لي رزقي، الا ما خلصتيش لي رزقي قال لحلك حوايجك الزرقاء، وانا الا خرجت للزرقاء ديال تكرفس ما عنديش فاش ما عنديش باش نعيش والو. غالب الله ما بقيتش باش نعيش والو، كون لقيت باش نعيش ما غاديرش هاد الفيديو بحال هكا باش يساعدوا لي الناس، والله ما لقيت باش نعيش غالب الله. انسان صعيب شويه. انسان صعيب، وانا 50 عام ما بقيتش قدرت باش نعيش، وهادي وعندي مصاريف والكرا والما والدورة كافي كل شيء غلا، حتى من الخضرة ما كنقدرش نشريها، إلا شريت على الخضرة كطيبة بلا لحم بلا والو. بعدي دابا ما ناكل ما عندي ما نشرب، والله هذا الشيء اللي صورت دابا ها هو تشتي، ها هو هذا الشيء اللي صورت دابا ها دابا اش غيدير لي هذا وليدي. يلا عييت العائلة مسامحة؟ عييت كل شيء سامح فيا، حتى واحد ما قال عليا والو، والله شي واحد ما قال عليا. أنا دابا وليت كنقول على الله باش نعيش، أنا درك دابا حدا داك الجامع اللي داز كنقول لي دور معايا، كل واحد اش كيعطيني تجيب أتاد رزيق ما غاديش يكفاني أنا. والوقت صعيبة والكرا والما والضو والخضرة غلات كلشي غالي، ما عنديش باش نعيش والو. ما عندي ما نعيش دابا، ما عندي ما ندير، أنا باركة دابا في داك البيت حتى نهار نشوف مول الدار، ساعدني شي واحد ولقيت باش نخلص الكرا هي هاديك، غنخلص البرك. ما خلصش الكرا راه غنخرج حوايجي الزرقاء، هذا هو الحل اللي غندير. شنو تقولي للمغاربه اللي بغيتهم يتساعدوا معاك؟ انا نطلب من خوتي المغاربه اللي داخلين ارض الوطن وخارجين ارض الوطن يساعدوني ويتعاونوا معايا باش نخلص الكرا، وما ناكل وما نشرب، راه ما عنديش لا حليل لا رحيم والو، راه الغالب الله، راه لا فطرت من تغدى ولا تغديت من تعشى. الحمد لله والو، الوقت راه واعر، راه رجال دابا خدامين ومغلوبين على العيالات تضيه، وانا بوحدالي انا وحدالي ما عندي حتى، ودابا الناس خدامين ومقهورين كثرة هاد الغلا اللي ولا دابا، راه كلشي ولا غالي، ولا الزيت غالي والبطاطا غالية والخضرة غالية، اش بقى البنادم فين يعيش؟